أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة حول تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي وصف بها المغيبين بالمغدورين. وسيكون معنا خلال هذه التغطية في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي مجاهد الطائي، وعبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر الهاتف من الأنبار الناشط المدني مضر حمزة. ورحب بضيوف الكرام، وقبل أن نبدأ الحوار نتابع هذا الأنفوغرافيك الذي يرصد انتهاكات الميليشيات ضد العراقيين عبر جرائم الخطف والإخفاء القسري والقتل. نعم، أبدأ معك أستاذ مجاهد الطائي، ما الذي قدمه تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؟ ما هو الجديد في هذا التصريح برأيك؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا السيد الحلبوسي لم يقدم شيء، كان هناك الكثير من الشكوك تدور حول أن هؤلاء المخفيين قسرا قد أعدموا ووضعوا في مقابر جماعية، وأنا شخصيا كتبت في هذا الموضوع هناك ارتباط ما بين المخفيين قسرا والمقابر الجماعية. تصريح الحلبوسي هنا أتى في سياق قطع الشك باليقين، هناك سياق سياسي، كان هناك في حكومة السيد الكاظمي أحاديث وتسريبات قيلت لبعض المسؤولين السنة بأن هؤلاء المغيبين انسوهم، والآن في هذه الحكومة يتحدث رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد بأن هؤلاء المغيبين أصبحوا مغدورين، وفي هذا السياق يعني يفضح الكثير. وفي الحقيقة سيشكل هذا الكلام يعني ضغط هائل على القوى التي ادعت أنها ستذهب وتنقذ المدنيين من التنظيم إرهابي، وإذا بها تمارس إرهاب مضاد على نفس هؤلاء الذين اعتبروا رهائن بيد هذا التنظيم الإرهابي، وحملوا فشل الدولة في حماية حدودها، حماية المدنيين الذين من المفترض أن تقوم هذه الدولة وأجهزتها الأمنية توفير الحماية والأمن والأمان كأبسط خدمة تقدمها الدولة وأجهزتها لهؤلاء المدنيين. فبالتالي هذا السياق سياق يعني خطوة
للأمام وستشكل ضغط كبير على جميع الأطراف. يعني الأطراف السنية لم تعد تتحدث عن مفهوم المغيبين، الآن تتحدث في سياقات مختلفة. أصبح اليوم أناس يقدرون ما بين 16 ألف إنسان إلى 22 ألف تم قتلهم. هل تصريح الحلبوسي هنا يشمل الجميع، جميع المحافظات، أم يقصد محافظة الأنبار؟ هل المغيبين جميعا قد قتلوا في الموصل، في صلاح الدين، في كركوك، في ديالى؟ هل جميعهم يعني نفذ بهم وخلقت سبايكرات جديدة كما وصفها أحد الإعلاميين في جميع المدن والبلدات التي دخلتها هذه الميليشيات؟ هناك أسئلة كثيرة وتحتاج إلى إجابات من السلطة التشريعية، من التنفيذية، من القضائية. أين وصلت اللجان التي شكلت في السابق؟ لماذا هذا الصمت وهذا النوع من التواطؤ الجماعي ما بين مؤسسات الدولة، القوى السياسية، المنظمة الأمم المتحدة، المنظمات الدولية؟ هذا تصريح خطير. يعني أن تحيل 20 أو 22 ألف إنسان من أنه مخفي قسرا إلى أن تتحدث عن أنه قد قتل، يعني السياق مختلف ولا تماما. ولا وجود للجثث إذا ولا وجود هناك. يعني يوم أمس واليوم الذي قبله تحدث نواب ينتمون إلى تحالف الفتح بأن هؤلاء دواعش، بمعنى هناك مبرر لقتلهم. وهنا في ذات السياق هناك تأكيد لما ورد على لسان السيد الحلبوسي. أجدد الترحيب بك معنا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. يعني من الناحية الإنسانية ومن الناحية القانونية برأيك، في أي خانة يمكن وضع تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي وصف المغيبين بالمغدورين؟ دكتور أيمن هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن الدكتور أيمن العاني لا يسمعني. أذهب إلى مضر حمزة وهو ناشط مدني من محافظة الأنبار. أرحب بك أستاذ مضر. يعني كيف تلقى أهالي محافظة الأنبار هذا التصريح من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لأستاذنا العزيز، وتحية طيبة لضيوفك الأكارم والمشاهدين الكرام. حقيقة الناس في صدمة، خصوصا أن التصريح الذي أدلى به السيد الحلبوسي قال بأنه لا يوجد مغدورين بل هم يعني لا يوجد مغيبين بل هم مغدورين، حقيقة شكل صدمة لدى أهالي المغيبين، لأن الناس كانت تتأمل عودة ذويهم المختطفين المغيبين قسرا، لكن للأسف الشديد يعني هذه الحقيقة تجرأ على الأهالي وتلقوها بصدمة كبيرة. قبل أن يعني أعرج على موضوع السيد الحلبوسي بهذا الموضوع، قرأت ورأيت عدة لقاءات تلفزيونية لساسة من الفتح ومحللين سياسيين محسوبين عن جهاز معينة، قالوا أن وجود مغيبين هو ادعاءات ومجرد ادعاءات وليس حقيقة واقعة. وأيضا قالوا بأن هؤلاء الذين يدعون بأنهم مغيبون هم دواعش. أود أن أوضح موضوع مهم جدا، وفي في نحن في موضوع الدفاع عن هؤلاء الأبرياء، لأنه أقول هؤلاء الذين ادعوا أو الذين يشككون بوجود مغيبين أن أسماء وصور ومقاطع فيديو وعناوين وتفاصيل الأشخاص الذين غيبوا من 2014 ولحد اللحظة موجودين لدى الجهات الأممية ولجنة الاختفاء القسري التي دارت العراق ودقت بمئات من ذوي المغيبين قسرا، ولديها معلومات وافية وشهادات كافية عن الجهات وعن أشخاص المتسببين وعن المجرمين الذين قاموا بتغييب هؤلاء الناس. الموضوع الآخر الجديد الذي قدمه السيد الحلبوسي هو طبعا تسمية المغيبين إلى مغدورين، هي موضوع متأخر جدا. هو الحلبوسي يعرف بهذه الحقيقة، لكنه
كان الساسة العراقيين كانوا يستخدمون الساسة السنة بالتحديد يستخدمون هذا الملف من أجل تحقيق مكاسب انتخابية واستمالة ذوي الضحايا. يعني في إطار أستاذ مضر في إطار تحقيق المكاسب السياسية والدعاية الانتخابية تم اكتشاف مقابر جماعية في محافظة الأنبار عدد يصل إلى أكثر من 15 مقبرة جماعية تم العثور عليها. لماذا هؤلاء السياسيون لم يقوموا منهم من زار هذه المقابر ولكن لم يصرح ولم يدعم التحقيق فعليا في وجود جثث في هذه المقابر الجماعية أو عرضها على الطب الشرعي؟ لماذا الآن برأيك محمد الحلبوسي يصرح بأنهم من المغدورين وليسوا من المغيبين؟ لماذا لا يتم التحقيق بهذه المقابر اليوم، إعادة فتح هذه المقابر والتحقيق بها؟ ان 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 يعني ان الساسة السنة جميعهم لا يمتلكون الشجاعة الكافية لمواجهة هذا الملف والتحقيق فيه ومطالبة بحقوق المكون، حقوق المكون وحقوق المغدورين قسرا. هؤلاء الساسة هم يعني لا يريدون اغضاب طرف على حساب طرف اخر، ولا يريدون أن يخسروا مناصبهم ومكاسبهم السياسية. السؤال الشطر الآخر من السؤال أن وجود هذه المقابر الجماعية، نعم حقيقة وجدت الكثير من المقابر الجماعية، لكن للأسف لم يحدث أي تحقيق مستقل وشفاف وواضح، ولم توثق هذه المواضيع. لجنة الاختفاء القسري قدمت لها أماكن، اللجنة المتحدة المعنية بالاختفاء القسري لجزارة العراق قدمت لها هذه يعني الأسماء المقابر وأماكنها ومواقعها وما وجد فيها، وستقوم بتحقيق شامل وشفاف يخص هذا الموضوع. ويعني أحب أن أطمئن الناس الذين يطالبون بحقوق الناس المغدورين أن الحقوق يوما ما ستسترد، وسيحاسب المتسببين، بما أن هناك شريحة من المجتمع تدافع عن هؤلاء الناس ولا تتكل ولا تغلو. نعم أستاذ مجاهد الطائي، يعني دائما ما نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2014 واليوم، هناك ناشطون وحقوقيون ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي يقومون بإعادة تداول المقاطع التي تظهر اقتياد عدد كبير من أهالي تلك المناطق من المغيبين، يظهرون بلباس مدني، لا يحملون سلاح، منهم أطفال. ما دور القضاء في التحقيق برأيك كل هذه السنوات في هذه القضية؟ ويخرج ربما أحد القيادات في الميليشيات يبرر قتل هؤلاء بأنهم دواعش، أين هو القضاء من كل هذا برأيك؟ طبعا المؤسسة القضائية يعني جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة القضائية في النظام السياسي، يعني جميع القوى السياسية وخاصة الحليفة لإيران متغلغلة داخل هذه المؤسسة، وبالتالي أي قرارات تصدر من هذه المؤسسات تحابي بشكل أو بآخر، نعم، أو لا تتعارض مصالحها مع مصالح هذه القوى بحيث تراعي الكثير من الأمور. وفيما يتعلق هنا فيما يتعلق بالمغيبين، هناك كان هناك مساعي لتحويل هذا الملف من ملف إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذت بحق مجموعة من المدنيين في مدن كانت تحت سيطرة تنظيم إرهابي، يريدون تحويل هذه صيغة هذا الملف إلى ملف جنائي، بمعنى أن على أهالي هؤلاء الذين قتلوا المغدورين أن يذهبوا إلى المحكمة ويقدموا دعوة ضد فلان من الناس من الميليشيا، ويجب أن يعرفوا اسمه، ويجب أن يعرفوا من الذي نفذ، بينما هذا الأمر من المستحيل أن يحدث. إنما يعرض حياته للخطر. يعني هناك قواطع في فترة الحرب على التنظيم، كان هناك قواطع وزعت فيه هذه الميليشيات، وبالتالي من السهولة أن نعرف من خلال المقابر الجماعية كانت هذه المساحات تنتمي
أو مسؤولية من هذه الميليشيات كانت يعني تحاول تحريرها من التنظيم، وبالتالي سنعرف من هي الميليشيا. لكن في سياق الأحداث الجنائية أو ملفات الجنائية التي يريد القضاء تحويلها أو هناك ضغوط سياسية بهذا الاتجاه، لن تستطيع هذه العوائل الوصول إلى الأفراد بأي شكل من الأشكال. السياق الآخر الذي يراد تمريره أيضا، هناك يعني دفع باتجاه تحويل هذا الملف أيضا إلى ملف الأضرار العسكرية أو يعني أضرار الإرهاب، بمعنى أن هناك شخص متضرر من الإرهاب بغض النظر عن هذا الطرف الذي سبب هذا الضرر، تحت عنوان خسائر معركة، خسائر معركة، أضرار إرهاب، وكأنما حصل يعني قصف بالخطأ على منزل على سبيل المثال. لكن هنا السياق مختلف، لكن يريدون بذلك، لذلك تجد الكثير من الملفات. ولهذا أكده في التصريح على صرف تعويضات بالتأكيد لأهالي المغيبين أو المغدورين بوصفه بحسب وصفه هنا، لأن هناك عجز عن محاسبة هذه الميليشيات وعجز عن فتح الملف، لأن فتح هذا الملف هو يعتبر انتحار سياسي ضمن المعادلة السياسية العراقية. لذلك هناك دفع باتجاه تحويل هذا الملف إلى ملف أضرار عسكرية وأضرار من التنظيم الإرهابي، وبالتالي الحصول على مقابل مادي وغلق الملف وإفلات الجنى من العقاب. لذلك هنا هذا السياق تجد الكثير من السياقات الأخرى معطلة، يعني مثلا على سبيل المثال من الذي نفذ هذه الجرائم؟ من الذي أعطى الأوامر لتنفيذ هذه الجرائم؟ جميعها لا تلقى إجابات، بينما ملف الأضرار العسكرية أو الأضرار أو من ضحايا الإرهاب تجد الدولة تتفاعل مع هذه الأطراف، وبالتالي تدفع باتجاه يعني ترويض الأهالي بالصمت، الصمت عن تلك القضية والقبول بتعويض مادي مقابل هذه الجرائم. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، سألتك قبل انقطاع الاتصال بأنه من الناحية القانونية، من الناحية الإنسانية، في أي خانة يمكن وضع تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد سنوات تصل إلى 9 سنوات ومنها 8 ومنها 7 سنوات على اختطاف آلاف من مناطق في محافظة الأنبار، في صلاح الدين، في كركوك، في محافظات أخرى، في أي خانة يمكن وضع هذا التصريح من الناحية القانونية والإنسانية؟ تحية لك أخي الكريم وللضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. حقيقة هذا التصريح هو يعني من الناحية القانونية ينبغي بداية أن نعلم أنه ملف المغيبين هو ملف سياسي في العراق، ملف سياسي بامتياز، يعني يستدعى في المناسبة المعينة ويغيب هو الملف نفسه في مناسبة أخرى. فهذه التصريحات حقيقة هي تمهيد، تعلم جنابك أنه لجنة الاختفاء القسري الأممية زارت العراق للمرة الثانية، هذه الزيارة الثانية خلال أقل من 7 سنوات بين الزيارة الأولى والثانية، حقيقة هو مؤشر خطير على أن هذا الملف هو ملف راكد، ملف غير متحرك، ملف لا يراد له أن يكون به تقدم ما بشكل أو بآخر، والسبب معلوم أنه الجهة المتورطة بهذا الملف هي الجهات الحكومية أو الجهات التي تعمل بترخيص من الحكومة، وهكذا أصلا تخيل يعني نحن اليوم في العراق لا يزال الاختفاء القسري أو التغييب القسري ليس جريمة في القانون العراقي، ولا يوجد ما يجرم هذا الفعل. أما التصريح من هذا يعني المشارك بالعملية السياسية أو من ذاك، فهذا كله حقيقة تمهيد للرأي العام العالمي ثم المحلي لمصير هذه الفئة الضحية. ويعني معلوم أنه كل إفلات لجاني من العقاب هو ظلم لضحية، فهذا ظلم مركب حقيقة، يعني يزاد على
موضوع التغييب القسري، وهو جريمة مركبة أصلا في وضعها، فيها تغييب، عزل عن العالم، فيها إخضاع للتعذيب، فيها تصفية جسدية، هذا كله مجتمعا، ومع ذلك يتم اليوم يعني قتل الضحايا من جديد كما يقال. ويعني الحقيقة أنه غياب حسن النوايا لدى الجهات المشاركة في العملية السياسية، جميع الجهات المشاركة في العملية السياسية ليست لديها حسن نوايا. كثير من المواقف، كثير من المواطن، كثير من الملفات أثبتت أنه لا يوجد أي حسن نية من قبل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية تجاه هذه الملفات وهذه القضايا، ولا سيما أنهم مشتركون، هم متكافلون متضامنون، الجميع يعلم أنه يعني يعلمون جيدا إذا غرقوا يغرقوا جميعا، يغرقون جميعا. ولذلك هم يعني متكاتفون متضامنون، يتقاسمون الأدوار حقيقة، لأنه هذا الأمر يعني هل من المعقول أنه اليوم من 2014 إلى اليوم، نتحدث عن يعني تقريبا 8 سنوات، ولا تزال هنالك معلومات شحيحة، معلومات كاد تكون غير موجودة. يعني بالنتيجة هنالك أدلة، هنالك قرائن كثيرة، هنالك مقاطع مسجلة توثق هذا الموضوع، لكن مع ذلك والمشكلة الأكبر أنه هذه الجهات المشاركة بالعملية السياسية هي جهات مدعومة من الخارج، والطريق أيضا إلى الخارج يعني حقيقة يعني نراه بشكل مؤسف، أنه يعني لا اكتراث، لا متابعة، لا مطالبة، لا، وحتى يعني حتى اللجان الأممية التي وهي من خبراء، وهؤلاء الخبراء يفترض أن يكونوا مستقلين. نعم. سوف لكن مع ذلك نتحدث بالتفصيل مع جنابك حول دور الأمم المتحدة واللجان الأممية حول قضية المغيبين في العراق، ونسأل لماذا كل هذا الصمت في السؤال القادم. أذهب إلى الأستاذ حمزة مضر. أستاذ حمزة، يعني إذا كان هؤلاء المختطفون من المدن المنكوبة مغدورين وتمت تصفيتهم، إذا لماذا استمر الحديث من قبل القوى السياسية وخاصة السنة منهم على أنهم مغيبون، وهناك وجود جهود لإعادتهم لأسرهم؟ وكما أشار الدكتور أيمن العاني بأنه ملف سياسي بامتياز عندما تحتاجه هذه الكتل أو هذه الزعامات تستحضره، وعندما لا تحتاجه تقوم ب يعني تغييب هذا الملف أصلا. يا سيدي، في البداية الحلبوسي لا يملك الشجاعة ويسمي الجهات التي قامت بتغييب عشرات الآلاف من الأبرياء. نعم. ذبحت أحلام عشرات الآلاف من العراقيين الذين ألصقت لهم تهمة الإرهاب وغيبوا قسرا. رئيس البرلمان فتح جرحا عميقا تراقصت على أنغانه كل الأطراف السياسية وعلى رأسها السنية، هذا جواب على سؤالك. وهذه الأطراف السياسية السنية التي تستخدم ملفات لغايات سياسية ومكاسب انتخابية للأسف تاجرت بدماء وتاجرت بحقوق الناس الذين ينتظرون مصير أبناء، معرفة مصير أبنائهم، حتى ينتظرون يعني على الأقل استلام يعني استلام رفات ذويهم الذين تم تغييبهم وتم غدرهم كما قال الحلبوسي. الحلبوسي الآن تذكر قضية المغيبين عندما لماذا عندما اتفق مع الإطار على تجديد الثقة له كرئيس برلمان لم يتفق معهم على موضوع المغيبين؟ البحث عن دور البطولة والدفاع عن المغيبين في لقاءات تلفزيونية هو استكمالا لمسلسل الضحك على العراقيين والاستخفاف بعقولهم والاستهزاء بدماء أبنائهم فقط، لا نعول على الطبقة السياسية لأنها لطالما قامت بمتاجرة بهذا الملف وهي لم تقدم ولم تحرك ساكن ولم تقوم بتدويل هذه القضية ولم تقوم بتقديم شكاوى في المحاكم العراقية ولا حتى المطالبة بسن قانون يجرم ويحاسب
المتسببين بهذه بجرائم الإبادة الجماعية، بجرائم التغييب القسري والإخفاء القسري التي قامت بها الجهات المسلحة في العراق. لن تقاتل هذه الجهات ولا نعول عليها، ولا يوجد أي قانون الآن. نحن نضغط كمجتمع مدني وكناشطون من الأنبار، نضغط من أجل سن قانون، نضغط على البرلمان العراقي وعلى الحكومة بالتعاون طبعا مع الجهات الأممية، لأنه لا خير في سياسيين ولا برلماننا. نطالب بسن قانون يجرم الجهات التي قامت بتغييب عشرات الآلاف من الأبرياء. نعم أستاذ مضر، بالحديث عن اللجان الدولية، لجنة المخفيين قسريا زارت العراق خلال الأيام الماضية، كيف تقيم عمل هذه اللجنة بشكل خاص وعمل الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية في قضية المغيبين؟ يعني بس جواب على سؤال على مداخلة الأستاذ أعتقد أيمن. نعم دكتور أيمن، من هيئة الأمم المسلمين. قال الدكتور أيمن العاني مع احترامي له، قال بأن هذه المرة الثانية التي تزور لجنة احتفال قسري العراق. الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي تزور لجنة الاحتفال قسري العراق، وجاءت خصيصا هي لجنة معنية بالاختفاء والتغييب القسري. نعم. جاءت خصيصا للاستقصاء وزارة العراق وزارة سنجار وزارة نينوى وأيضا زارة أربيل، التقت مع ذوي المغيبين والتقت مع ناشطون حقوقيين ونحن منهم. نعم. وقدمت لهم شهادات وقدمت لهم وثائق وأسماء وعناوين وأماكن جرائم، وحتى الجهات التي قامت بالتسبب بإخفاء طبعا مدعومة بشهادات وثائق رسمية حقيقية. هذه الزيارة نعتبرها زيارة تاريخية، لأنها يعني هناك اهتمام دولي بهذا الملف، وطالبنا بدعم الأمم المتحدة بتشريع أو باستحداث محكمة خاصة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الإخفاء القسري في العراق، والتي تسببت بإخفاء عشرات الآلاف من الأبرياء من المناطق السنية من ديالى ونينوى والأنبار وكركوك وصلاح. نعم شكرا لك مضر حمزة الناشط من محافظة الأنبار كان معنا. أستاذ مجاهد الطائي، يعني أنت أشرت إلى أنه المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وتم خطف كل هذا العدد هي معلومة ومعروفة للجميع، وأشرت بأن القضاء لا يستطيع فتح هذا الملف بسبب هناك ضغوطات، لأنهم هم من يتحكمون بالدولة. دور الأمم المتحدة، دور اللجان الدولية الأممية في هذا الملف، كيف تقيم دور الأمم المتحدة في هذه القضية؟ طبعا في بداية يعني بعد حدث الإخفاء القسري الذي حصل في الصقلاوية، أصدرت الأمم المتحدة تقرير مفصل حول تلك الجريمة وتحدثت بالأسماء حتى، لكن بعد فترة قليلة بدأت مع السنوات اللاحقة بدأت تحاول أن تستذكر فقط تلك الجريمة وتتناسى الجرائم الأخرى، لأن كانت يعني تلك الجريمة في الصقلاوية كانت واضحة. كان هناك يعني قوة أمنية مشتركة مع العديد، يعني قواطع العمليات كانت متداخلة، وبالتالي كان هناك نوع من الاطلاع على ما يعني على الاعتقال الذي جرى على أيدي الميليشيات. لكن هناك المناطق الأخرى، يعني مثلا في صلاح الدين قبل فترة عثر على مقبرة جماعية في الإسحاقي، تم إحاطة المكان ومنع أي أحد الاقتراب منها ونسيت القضية. لا. لماذا؟ لأن الموضوع كما قلنا مرتبط بالمقابر الجماعية. هنا أيضا يعني في شرق الفلوجة عثر على مقبرة جماعية أيضا قبل فترة، أيضا نفس العملية يعني أجلت القضية. لماذا؟ لأن قواطع المسؤولية مرتبطة ارتباط مباشر بهذه الميليشيات، لكن عندما تجد على سبيل المثال المقابر الجماعية التي كانت تسيطر عليها المناطق التي تسيطر عليها داعش تذهب اللجان
والوزارات والجهات المعنية واللجان الدولية لفتح هذه المقابر الجماعية ولعن الإرهاب ولعن التنظيم الإرهابي، بينما الجرائم التي ارتكبت على يد الميليشيات لا أحد يستطيع الاقتراب منها، يؤجل فتحها، يعني يتهم الكثير من الأبناء الذين وصفوا بالمغدورين على أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي. نعم. وبالتالي هناك نوع من حتى يعني هم ليسوا يعني عندما يشير أو تشير بعض المنظمات الحقوقية بأن أغلب أو كل من تم تغييبه ليس مطلوب لدى الدولة وليس له وجود اسم لدى القضاء أو في الحاسبات الأمنية. بالتأكيد، يعني هناك يعني دور الأمم المتحدة هنا يجب أن يكون دور توضيحي، كشف الحقيقة، لكن في الحقيقة هنا الدور ينسجم مع طبيعة مؤسسات الدولة التي تقوم بالتستر على هذه الجريمة والتواطؤ معها. يعني هذه الإجراءات حتى قرار، يعني لو عدنا إلى أصل وجود الأمم المتحدة في العراق ودورها، لوجدنا أن قرار المجلس الأمن الذي يتيح للبعثة الأممية العمل في العراق هي تعمل في سياق طلب الحكومة العراقية، بمعنى أن هذه البعثة الأممية تعمل أشبه بما يكون بمنسق مع الحكومة العراقية، فهي لا تعارضها أساساً. نعم. وأي ملف كهذا الملف يتم فتحه ستجد معارضة من قبل الحكومة، ستعمل هذه الأمم المتحدة وهذه البعثة على ركنه جانباً، لأنه سيحرج الحكومة وبالتالي ستفشل مهمة البعثة الأممية. لذلك هناك نوع من التستر الدولي على هذه الجرائم، لكن أنا أعتقد متى ما يقرر المجتمع الدولي، تقرر الأطراف الدولية محاسبة هذه الميليشيات، محاسبة هذا النظام في يوم من الأيام الذي ربما ستقرر أنه لابد أن يسقط، لابد أن يدان، لابد أن توضع عليه العقوبات، ربما سيفتحون هذا الملف ويحاسبون كل طرف على كل جريمة ارتكبت في كل بلدة عراقية. نعم. دكتور أيمن العاني، في سياق دور الأمم المتحدة نجد مثلا الأمم المتحدة في ملفات في دول أخرى يعني عدا العراق صوتها عالي جدا، والمطالبة بحقوق الإنسان والضغط على تلك الدول وفرض عقوبات، لكن الأمر في العراق مختلف منذ العام 2003 وخاصة ما يخص قضية المغيبين، لماذا برأيك؟ أخي الكريم، هذا الحقيقة موضوع يعني عميق. هذا هو سياسة الكيد بمكيالين أو النفاق الغربي المعهود، يعتمد الموضوع على لون البشرة و يعني عرق الشخص الضحية. نرى يعني الآن لدينا شاهد حاضر، يعني هي الحرب الروسية على أوكرانيا، ترى تحركات سريعة، توثيق دقيق، إمكانات هائلة، تسهيلات لا حصر لها بالنسبة للمسار الحقوقي، معلوم لأنه يعني هنا الضحية غير، وحتى الجهة المعتدية أيضا، نحن في العراق الجهة المعتدية هي الولايات المتحدة ومن تدعمهم الولايات المتحدة حقيقة. فهنا المعضلة الكبيرة، أكرر أنه بالنسبة اللجنة الأممية التي المعنية بالاختفاء القسري زارت العراق في أول مرة في 2015، ولدينا تواصل معها وزارة العراق اليوم، وهي بحد ذاتها حقيقة يعني الخطابات التي البينية بين اللجنة وبين بعثة العراق وبين الحكومة في العراق، حقيقة هنالك تشخيص دقيق من قبل هذه اللجنة للوضع الحالي في العراق، ولوضع يعني لدينا ملف هو حاضر أيضا، ملف المعتقلين. أنا أجزم أنه جميع المعتقلين اليوم هم في حالة اختفاء قسري، ممنوعة الزيارات عليهم، هم معزولون عن العالم. طبعا هذا حتى بالتباحث مع اللجنة الأممية للاختفاء القسري هنالك وجهة نظر نحن بيناها، هنالك ائتلاف قانوني
دولي نعمل ضمن هذا الائتلاف ونتواصل مع اللجنة من خلاله. واقع الحال يعني هؤلاء لا توجد بيانات ولا قاعدة بيانات للمعتقلين ولا أعدادهم ولا أماكنهم ولا أماكن تواجدهم ولا التهم التي تم اعتقالهم بموجبها وحتى هذه يعني زيارات، حتى الزيارات الجهات الحكومية والجهات المحسوبة على الحكومة هي ليست تمنع هذه الزيارات المفاجئة بتاتا. منذ سنين طويلة لا توجد أي زيارة مفاجئة لأي سجن، يعني عشرات الآلاف من المغيبين الذين تم توثيقهم في الخارج. نعم هذا صحيح، لكن المعتقلين جميعا هم بحال الاختفاء القسري. هم يعني تخيل، تريدنا تقارير اليوم أنه وصل الابتزاز بهؤلاء المعتقلين إلى الحد الذي يدفعون مبالغ كثيرة طائلة مقابل ماذا؟ مقابل أن يتركوا على قيد الحياة. ظلم مركب كبير يلحق هؤلاء المعتقلين. لا يعني هذا أيضا، يعني نحن لو كان الحلبوسي أو غير الحلبوسي له حسن نية يتحرك ممكن بهذا الملف بشكل واقعي وبشكل منطقي أكثر بكثير من ملف الاختفاء القسري، لأنه هذه على الأقل تم اعتقالهم من منزلهم، من محل عملهم، من السيطرة الفلانية أو المفرزة الفلانية. لكن لا توجد أي يعني هذا الموضوع كما ذكرت هو ذر للرماد في العيون، مجرد أنه استثارة ل يعني العواطف والبحث عن دور بطولي في هذه المأساة. حقيقة هم جميع المشاركين في العملية السياسية هم والغون بالدم العراقي ودم الأبرياء، يعني لا يوجد، والكل يعلم هذه الحقيقة، والكل يعني نصب عين هذه الحقيقة. لذلك لا يجرؤ أحد. لماذا يكتفي بهذا التصريح المتلفز ولا يذهب إلى البرلمان وهو رئيس هذه السلطة لعقد جلسة وفتح هذه القضية والبت بها؟ يعني بالضبط هو هذا، يعني لو كان صادقا، لو كانت الموضوع فيه حسن نوايا، لو كانت هنالك أولويات وطنية حقيقة، هذه كلها نفتقدها. يعني لا توجد، الكل اليوم منشغل في مسألة المصالح الشخصية والمصالح الحزبية، يعني لا طريق ولا مسلك ولا مسار لأي قضية تهم المواطن العراقي. هنالك ملفات كثيرة حقيقة تمس حياة المواطن العراقي، هي يعني هي في واد والحكومة والبرلمان في واد آخر. والمشكلة الأكبر أنه منذ 2003 وحتى اليوم لا توجد أي جهة معارضة بالنسبة للبرلمان. هنالك الجميع متقاسمون، الجميع لديهم يعني امتيازات محافظ عليها مهما كانت هذه الحصص مثبتة والامتيازات محفوظة للجميع بغض النظر من تقدم من تأخر. وهذا كله حقيقة على حساب المواطن العراقي، هو الذي يدفع الثمن، هو الذي يتحمل هذه المعاناة، هو الذي يفقد مستقبله وأبنائه. أعود إلى الباحث والكاتب السياسي مجاهد الطائي. دعونا الآن أعزائي المشاهدين نتابع تصريحات من قبل ذوي المغيبين حول هذه القضية ونعود إليكم. كان استحى على نفسه الحلبوسي خير ما جايب له مطرب بالرمادي يدق ويرقص وياه. كان قال هذول عوائل مفقودين، شنو المقيبين؟ شنو عوائل المقيبين؟ بس اني مو هو قال ميتين، احنا نريد جثثهم. طيبين نريد زلمنا، مصيرهم الحشد اخذهم زلمنا احنا. جمعوهم بالشهداء مال الصقلاوي، عزموا النسوان واحد والزلم واحد. من ذاك يوم وهذا يوم من 3 من 2016 3/6 يحيى القاضي مو قاعد يمشي وياهم، ليش حكومتنا باعتهم؟ داعي ولدي المفقودين 3، الحلبوس يقول مغدورين، الا هم مغدورين، الا هم ميتين طنا جثتنا، الا هم طيبين طلعونا ياهم، والله تبهدلنا، والله ما عشت الضيم عايشي.
عندهم أطفال، ما نحاول الأمهات كلها شلعت قلوبنا. إيه من جينا من المخيم إلي هاي ساعة الله ما خلينا على هاي اللي يقول لا منطينا رواتب وقالينا والله عين عيونكن نريد ندحج على هالأطفال هاي الدايحة، ولا زلمنا بينوها قالم والله هذول الزلم ماتوا بأي مكان. تعالين يا هالنساوين شوفن المقبرة الفلانية، بس يطلع مقابر ويرد سدها. عيب علي وخزي محمد الحلبوسي والله يحيى القاضي والله هذا السوداني والله كلها. نعم، تابعنا بعض تصريحات ذوي المغدورين، ويعني ممكن المطالعة في حلقة خاصة في برنامج مع الناس حول هذه القضية. أستاذ مجاهد، إذا كان هؤلاء دواعش بحسب تصريحات الميليشيات والمقربين منهم من الصحفيين، هناك دواعش كثر الآن موجودون في السجون، لماذا تم اختيار هؤلاء لقتلهم وتصفيتهم؟ يعني بالحقيقة هؤلاء يعني هؤلاء ليسوا لا ينتمون إلى أي يعني تنظيم إرهابي، هؤلاء مدنيين. نعم. في الحقيقة، لكن عقيدة الانتقام التي يحملها هؤلاء تحملها هذه الميليشيات التي كانت حتى قبل اقتحام مثلا على سبيل المثال الفلوجة، كان هناك فيديوهات تنتشر ل الكثير من زعامات الميليشيات وتتحدث بنوع من الحقد على مثلا على مدينة الفلوجة. نعم. وتتهم بأنها حاضنة للإرهاب واستئصال هذه المدينة سيدفع إلى استئصال الإرهاب، وهناك تحريض وضخ أمام. نعم. هذه الميليشيات. لذلك يعني طريقة التعامل مع هؤلاء الأبرياء كانت يعني تعامل وحشي لا ينسجم. يعني إذا كان هناك دولة يجب أن يتم تدقيق أسمائهم، الذي ينتمي للإرهاب يحال إلى القضاء. لا يتم بهذا الشكل إعدامات ميدانية ومقابر جماعية. هم كانوا يعني يتحدثون على مقابر الجماعية للنظام السابق، ثم تحدثوا على مقابر داعش الجماعية، وهم أتوا اليوم بنفس الأسلوب. يعني ما الذي اختلف؟ ما الذي اختلف بين داعش وبين النظام السابق الذي يشتموه إلى آخره؟ نعم. هناك سياق إجرامي يجري في العراق ويجب أن يتوقف من خلال سياق القانون، سياق الدستور. نعم. سياق المؤسسات. لذلك يعني اتهامات المناطق التي اقتحموها بأنها حاضنة للإرهاب، اتهامات الذين اعتقلوهم بأنهم يعني ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، الجميع متهم بالإرهاب حتى يثبت العكس. اذهب ودقق أمنيا، اذهب إلى المناطق التي تم تحريرها، مجموعة سلسلة من الإجراءات لكي يثبت أنه بريء. يعني العملية عملية معاكسة تماما. نعم. يجب يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. هنا العملية معاكسة، الجميع متهم بالإرهاب ويجب إثبات أنه لا ينتمي للإرهاب ولا ينتمي. يعني السياق هنا سياق دولة. نعم. ويجب أن يتغير هذا السياق لكي تعيش الناس في سلام وتنتهي هذه الخلافات. يعني هذه الخلافات يمكن أن تحل. نعم. عشائريا حتى في سياق التعويض. نعم. يعني ممكن أن يحل الأمر بالتعويض، لكن على أن لا يفلت المجرم من العقاب. لذلك هذه السياقات المتنوعة والكثيرة يجب أن ترعاها الدولة، وإلى الآن رئيس الوزراء السابق قال انسوهم. نعم. يعني اتركوا الملف ولا تفتحوا أساسا، والحكومة الحالية تحاول أن تتجنب ذكر الملف. هناك أطراف سياسية تتحدث هنا وهناك بأن هؤلاء ينتمون للإرهاب. نعم. وهؤلاء وهذا يضع غير موجودين في خانة المسائل، لماذا لم يحالوا إلى التحقيق وإلى القضاء؟ بالتأكيد. نعم. يعني إجراء التعامل يعني منطق العصابة. نعم. يختلف عن منطق الدولة. نعم. عندما يكون هناك دولة هناك إجراءات، هناك مؤسسات، هناك أنظمة، هناك قاعدة بيانات يجب أن تفعل. نعم. أما إذا تأتي إلى منطق العصابة فهؤلاء إرهابيون، واقتلهم وادفنهم في مقابر جماعية. نعم. هذا هو السياق، ويجب على الدولة أن
تسلك السلوك الصحيح لكي يعني ترسخ معاني الاستقرار وأسس الاستقرار وأدوات الاستقرار بهذا، تطيب الخواطر جزء من هذا السياق، محاسبة الجنى جزء من هذا السياق، فتح المقابر الجماعية التي ارتكبت على أيدي هذه الميليشيات أيضا، مثلما قالت هذه الأم. أكيد هذه الأم نريد جثث أبنائنا بالتأكيد. نعم. دكتور أيمن العاني، يعني هناك أمثلة حدثت ليست ببعيدة، ما حدث في البوسنة والهرسك وبعد سقوط النظام اليوغوسلافي الصربي، تم محاكمة قادة جرائم التطهير العرقي في بعد ذلك. هل ننتظر هذا النظام ينتهي حتى يتم محاكمة من قتل الآلاف من أي جهة كانت، من الميليشيات، من المنظمات الإرهابية برأيك؟ حقيقة أخي، يعني هذا الأمر متعلق بالنظام الدولي. نعم. في ظل العنجهية الأمريكية والتفرد في الموضوع، هو هذا يفتقر إلى العدالة، يفتقر إلى احترام كرامة الإنسان، يفتقر إلى يعني إحقاق الحقوق، يفتقر إلى إفلات، يفتقر إلى محاسبة المرتكبين. هذا كله حقيقة من السمات الرئيسة للنظام الدولي في ظل الولايات المتحدة الأمريكية والقوة التي تسانده. فهنا يعني حتى بالنسبة لقضية البوسنة والهرسك كان الموضوع يعني طبعا ولم يتعدى ولم يحدث هذا الموضوع وفق المحكمة الجنايات الدولية، يعني الكل على يعني في المستوى القانوني في الجهات المنظمات الحقوقية، من يتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية يتحدث عن أنها محكمة للسود فقط، يعني لا يمكن أن لم تشهد هذه المحكمة محاسبة فضلا عن معاقبة أي شخص من البيض، فضلا عن أي شخص من الشخصيات القائدة أو يعني الزعامات الغربية هنا أو هناك. ممكن فقط مسألة كما تفضلتم البوسنة والهرسك، لكنها كانت بمحكمة خاصة وبظروف خاصة أيضا أريد لها أن تحدث وأن تتشكل، يعني أيضا لذر الرماد في العيون في حينه. لكن مع الأسف الشديد هذا المنطق اليوم نحن نعيش، يعني قانون القوة وليس قوة القانون. المشكلة هي من له القوة العسكرية هو الذي يتم التغاضي عن جرائمه، حتى الإفلات من العقاب هو السائد حقيقة. يعني نرى اليوم في العراق مثال أمثلة لا تعد ولا تحصى لمسألة الإفلات من العقاب، وكأن تفضل الضيف الكريم يتحدث عن أنه جميع المحافظات المنكوبة هي متهمة بالإرهاب لأنها كانت حاضنة، هذه بين قوسين بحسب ادعاء الجهات الحكومية أنها حاضنة لتنظيم داعش. لكن هل هذه المناطق اختارت أن يسيطر عليها تنظيم داعش، أم ترك الموضوع وانسحب الجيش والقوات الحكومية أمام هذا التنظيم لإكمال المشهد، لاستكمال المشهد وإحكامه للانتقام من هذه المناطق؟ تعلم جنابك والجميع يعلم أن من جاء إلى العراق بعد 2003 هم ليسوا من الشيعة، هم من الشيعة الغلاة المتطرفون الذين يحملون الأحقاد ويريدون إثارة الفتن الطائفية. لم يتورعوا عن حتى تفجير الإمامين للعسكريين في سامراء لإثارة هذه الفتنة ولقتل الناس وللانتقام من الأئمة والخطباء
والاستباحة المساجد عمليات انتقامية كما أشار كذلك الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. عذرا منك دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين كان معنا عبر سكايب من عمان. شكرا لك. شكرا لك أستاذ مجاهد الطائي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه التغطية والتي تحدثنا فيها حول تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي وصف المغيبين بالمغدورين. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.